بالتعاون مع كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي برئاسة الدكتور فتحي التريكي وجامعة كاسيل ومخبر الفيلاب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، نظمت الجامعة التونسية ندوة دولية حول التسامح من وجهة نظر كونية. قبل كل شيء أريد أن نشكر قناة القلم على هذه الضيافة. في الحقيقة هذه الندوة تدخل ضمن مشروع كبير، جاء هذا المشروع بعد الثورة التونسية والثورة المصرية في نطاق ما يسمى بالربيع العربي. مع جامعة كاسيل وفي الحقيقة على أساس أن جامعة كاسيل يدرس فيها الأستاذ سرحان ذويب وهو أستاذ فلسفة، هو الذي قام إنشأنا بربط العلاقات بين كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي ومقره جامعة تونس وجامعة كاسيل بالألمانيا لدراسة بعض المفاهيم التي أفرزتها الثورة التونسية. أولا لابد أن نذكر شيئا هاما جدا، وهو الفرق بين كلمة توليرانس التي نستعملها دائما بالفرنسية والتي هي الكلمة التي مستساغة في العالم الغربي وباللغة باللسان الفرنسي باللسان الإنجليزي باللسان الإيطالي إلى غير ذلك، وكلمة تسامح. توليرانس تفيد التحمل، أن يتحمل الإنسان عبء الآخر، بينما التسامح هو تفاعل بين الأنا والآخر، بينما هذا صفة التفاعل الموجودة في التسامح غير موجودة. الصبر على الآخر، التصابر أو الصبر على الآخر. التوليرانس تعني الصبر على الآخر، بينما التسامح تعني أنشأنا هذا التفاعل بين الآخر والأنا. أردنا أن نطرح أيضا قضية التسامح في علاقتها بما لا يقبل عقلا أو فكرا باللا مقبول. أولا أن يرتبط هذا التسامح لا شكليا بل مضمونا مع جوهريا مع الدين، مع حتى لا الدين في فهمه فقط ولكن حتى الدين في نمط استعماله ونمط عمله الاجتماعي وعمله السياسي. وفي الآن نفسه نريد أن يكون التسامح هو ديدا علاقة دائما مع الآخر، مهما كان هذا الآخر، مهما كان نمط حياته، مهما كانت أفعاله، فهو قبل كل شيء إنسان له شخصيته، له إرادته، له حريته. هو إرادة وحرية، وما دام هو إرادة وحرية وأنا أيضا إرادة وحرية، فعلاقتي به ستكون دائما وأبدا علاقة تقبل وعلاقة تسامح، إن لم تكن علاقة احترام. امتدت الندوة على مدى 3 أيام، 25، 26، و27 سبتمبر 2013، في قاعة المحاضرات بالمكتبة الوطنية بتونس العاصمة. ألقى خلال هذه الندوة نخبة من المحاضرين من دول ألمانيا وتونس والمغرب والجزائر مداخلات متنوعة تناولت بالخصوص التسامح كقيمة مبدئية في عالم التعددية الثقافية من أجل التحاور حول شروط تحقيق مطلب العيش معا. Warum benötigen wir heutzutage Toleranz? Nun, wir benötigen Toleranz, weil wir so sehr verschieden sind voneinander. Wir sind ganz verschiedene Menschen, die verschiedene Vorstellungen davon haben, was ein gutes Leben ist und auch verschiedene Vorstellungen davon haben, was moralisch richtig und falsch ist. نحتاج اليوم إلى التسامح لأننا بشر يختلفون بعضهم عن بعض ولهم تصورات سياسية وأخلاقية مختلفة، وهم أيضا ونحن أيضا البشر نختلف في تحديد معنى الحياة، ما معنى الحياة الطيبة وما هي التصورات الأخلاقية التي تسير سلوكنا. Wie können wir heutzutage zu einem toleranten Welt kommen oder einen toleranten Welt erreichen? Nun, ich glaube, was zusätzlich zu demokratischen Wahlen vor allen Dingen nötig ist, ist, dass diejenigen, die in ein Amt gewählt werden,
eine Vorstellung davon haben, wozu sie andere gerechtfertigterweise durch die Kraft von Gesetzen zwingen dürfen und wo sie keine Gesetze geben dürfen, weil es in den individuellen Entscheidungsspielraum von freien Menschen fallen muss. وجه الحاجة إلى ذلك هو أن الذي يقع انتخابهم يجب أن يفهموا أن هناك أيضا حدود للقوانين، فهناك شرعية قانونية للذين يتم انتخابهم، ولكن أيضا هناك حدود لهذه الشرعية، وهنا تبدأ مسألة التأويل والاختلافات حول القيم وحول التصورات السياسية، وهنا لا يحق لأي أحد أن يجبر الآخر لتغيير مواقفه السياسية. الأول هندي تعريف موجز جدا لمسألة التساوي. التسامح كمقولة يعني فلسفية تكاد تكون مفقودة، وهي تقع بين مقولتين هامتين في مجال الفكر الإنساني، مقولة العدل ومقولة الحق. فمن يظن أنه يمتلك الحق المطلق يستبعد الآخرين، ومن يسعى إلى العدل يفسح مكان للآخر. من المهم بالنسبة لنا في تونس وفي مصر أن نسعى للصيغة فيها نوع من التعايش، فيها نوع من التوافق، وهذا التوافق يجب أن ننشغل به ونفكر فيه باعتباره غاية يعني وطنية من جهة، وباعتباره غاية إنسانية من جهة أخرى. أنا كإنسان أريد أن أتوافق في حياتي، أريد أن أتوافق مع الآخرين، فلن يحدث هذا التوافق إلا من خلال يعني افتراض التسامح والسعي لتحقيق التسامح سواء في مصر أو في تونس. فتح المجال لتقديم المقاربات التي تنوعت بين تناول مفهوم التسامح وقيمته سواء في الفكر العربي الإسلامي المعاصر أو في مشاغل التفكير الإنساني عموما، والحق في حرية التعبير والنقاش. لقد أكدت الندوة من خلال مداخلات اليوم الثاني على فلسفة التسامح وأهميته في التواصل بين الثقافات والعلاقات البشرية وفي مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية وغير ذلك من مجالات الحياة البشرية، مقابل الكشف عن خلفيات عدم التسامح وأبعاده الإقصائية التي لا تعكس سوى مظاهر التفقير الثقافي. أعتبر أن هذه الندوة من أهم المنجزات العلمية التي نظمت خلال هذه السنة في الجامعة التونسية وفي إطار الندوات التي أحضرها، لأن موضوع التسامح من القضايا الأساسية الكبرى اليوم، بحكم أننا نعيش عالم العولمة، نعيش في مناخ فكري عالمي متعدد المذاهب والأديان والأعراف والثقافات والمذاهب والإيديولوجيات، ولذلك فإننا نعيش وضعا جديدا يتطلب منا أن نتعايش مع الآخر من خلال قيم واحدة مشتركة عبر العالم. لا أعتقد حقيقة أن هذه الأزمات السياسية عامل سلبي في الحياة يعني العربية. على النقيض من ذلك، أنا أعتبر أن العالم العربي يشكل اليوم استثناء في الجو الثقافي على مستوى في الجو السياسي على مستوى الدولي. فإذا كان الغرب يعيش في إطار توافق سياسي والتوافق الاجتماعي، فإن العالم الإسلامي يشهد والعالم العربي يشهد نهضة حقيقية، لأننا بدأنا نسترجع السياسة في مفهومها الرئيسي وهو مفهوم الصراع السلمي على السلطة. الاختلاف طبيعي بين الناس، كما نقول في اللغة الفرنسية لا بوليميك وي بوليموس نو، بمعنى أنه الاستجال هذا ضروري وأساسي وهو جوهر العمل السياسي دون أن يصل الاستجال إلى الحرب. يعني كما نقول الفرنسية باتر يعني باتر لادفيرسير أو سيليكسيون مي نون با لا باتر. ليس هناك شك في أن موضوع الندوة من المواضيع الحارقة في عالمنا اليوم وفي المنطقة العربية تخصيصا، لما تعيشه من وضع دقيق من الناحية السياسية والاجتماعية والفكرية. لكن على أهمية الندوة ومن حاضر فيها، فإن الحضور كان محتشما جدا،
خاصة ممن يفترض فيهم أن يكونوا أكثر الأطراف حرصاً واهتماماً بهذه الملتقيات. هذه هي الندوة حول التسامح من وجهة نظر كونية، تعد اللقاء الثالث الذي نعقده بين جامعة كاسل وكرسي اليونسكو للعالم العربي وكذلك مخبر الفيلاب. الندوة الأولى كانت تتعلق بمسألة الثقافة وحقوق الإنسان، الندوة الثانية تمت أساساً بمسألة الديمقراطية والتعددية، وها نحن اليوم نفكر سوياً في مسألة التسامح. يشارك في هذه الندوة زملاء من مصر، من تونس، من المغرب، ومن الجامعات، من مختلف الجامعات الألمانية. مسألة التسامح التي نفكر فيها اليوم لم تكن ممكنة بدون ثورة الكرامة والحرية، فهذه هي الخلفية التاريخية السياسية والاجتماعية التي دفعت بنا، كما دفعت بباحثين أوروبيين إلى التفكير في مفاهيم أصبحت كونية. فاليوم مثلا تدرسنا كيف أن مفهوم الكرامة أصبح مفهوما معولما. هناك غياب مؤسف أولا لجمهور الفلاسفة والمتفلسفين في تونس، وأيضا للجمهور المتنور والمثقف الذي دعي لمثل هذه الندوات. وأنا أتساءل كيف يمكننا أن نفكر في هذه القضايا بدون أن ندخل في حوار جيد وحقيقي نقدي مع أنفسنا ومع الآخرين. في الحقيقة هذه مسألة محيرة، وأنا أرد ذلك إلى أسباب عديدة، أهمها أيضا ما سميته النقد الذاتي. فهناك قلة وعي وقلة مسؤولية تجاه ما يحدث، وهناك أيضا هيمنة للفعل السياسي الذي يغيب كل عمل ثقافي وإبداعي. نأمل أن نكون على وعي بما تمثله مثل هذه الأعمال من قيمة في تحقيق النهضة الفكرية ببلادنا.